يا هلا والله معاكم ابو عبده وفلوق. اليوم جايب لكم حلقه جديده من لعبه الترمويل او عيد جديد. لا تنسون يا شباب الاشتراك واللايك وخلونا نبدا. خلونا نكمل يا شباب العيد اللي جبناه الحلقه اللي طافت. والله اني جبت عيد اسطوري سبحان الله. بدايه الحلقه قلت لكم انا حاس وصدق حدسي للاسف ما كان ودي انه يصدق بس صدق يا شباب. اوكي خلونا نبدا الحين. ما راح اشتري شيء اي نسبه كان 2% ما ابي اشتري. تمام خلت عدي ما ابي اضحي بفلوسي في تطويرات احس اني لازم اشتريها. لا قاعد ترقق زياده كذا عليك بالعافيه. اوكي 9000 والله 2% 9000 انا 6% 5% 8% 6 اوكي يعني المفروض بالمرات الجايه انا اشتري. تمام بس حاليا ما قاعد اشتري شيء. نروح نختار لنا خريطه جديده. العيد يا ماي فريند خلنا هني. انا بكون هني لا حيتحرش فيني. هم قاعدين ينافسون هني لان 49 41 وانا هني طبعا ب 49 لهني. اوكي شباب نجحنا هني بس الكلام مو هني الكلام داخل الجيم هني مو مهم. بسم الله ان شاء الله ان شاء الله هالمره عد. قولوا قولوا يا رب يا رب بدون عيد يا ابو عابد. اوكي قبل احط هذا الشيء تعال. وات ليه كذا صغير كذا صح كذا رضا يا وديع كذا صح. اوكي عندي اني اقدر اجيب عربات بعد كويس زين. نبي نبيع هالمره نبي نضبط. اوكي الغاز لو ما عرفنا نكبره او نضبطه راح نبيعه اقل شيء يعني نستفيد منه. هو مو نبيعه هو يرفع لنا فكره الغاز يا شباب. انا اسف ما وضحت الحلقه اللي طافت خصوصا ان في ناس قاعد يعني يتابعون السلسله اول مره عندي. فبقول لكم شغله الغاز وش يسوي يرفع السعر يعني انا مثل ابيع الغاز عشان ارفع سعر النفط هذه هي الفكره. فكل ما كبر كل ما صرت استفيد اكثر. اوكي كبر البايب هني بيعوا يا شباب عدل. ايوه كذا مضبوط شغلكم. اوكي نجيب هذه هني مجهود شخصي. اوكي جاب نتيجه نسحب ماسوره هني بعدين نسحب هني. المفروض انه ما يخرب يكون شغال مضبوط. الله يستر الله يستر والله يا شباب ان ايدي على قلبي يعني. اوكي خزن يا مدير. يا جماعة يا جماعة لازم السيلو هذا نطور له التطوير هذه الدمج اللي هو سوبر سيلو. كذا ما يمشي شغلنا والله كذا مو صح. اوكي كبر العربات بس عشان اطمن انه ما يكون في اي تسريب. وهني كان السعر اسطوري طول الوقت وانا ما انتبه. يا جماعة هالشغل ما احبها صراحة. هلا بالعزيز. بيعوا 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 والله قاعد نبيع ما شاء الله. الشركات قاعد تجيب اسعار خرافيه. فحاليا قسمت 4 ب 4. لا لا تقسم 4 ب 4 ما ابي 4 ب 4. اوكي يا جماعه يا جماعه انا الحين مو لاقي الا بس هذول. وين الباقي؟ الابيار والحركات يا لهوتي مو يا لهوتي اطمنت. كذا صح يا شباب انا انبسط صراحه لما طور وقف بيع خلاص تو معانا وقت يا شباب. انت كمل كمل كذا كذا اظن هذه جوهره فنسحب كذا صح. تعال هني المفروض كذا يشيلها. ايوه الحمد لله. في هني طرف بير صغير صغير عساك هذا اللي تقصد انت هالنتفع اللي مو مبين الا ثلاث ارباع منه. بيعوا هني كذا واحد. تعال انت هني اسحب انت هني. هذا بير نفط ولا غاز؟ الظاهر بهالحلقه ما احنا لاقيين غاز يا شباب فالغاز نحمضه ونستفيد منه بالمستقبل. سالفة يا شباب جماعة ما يصحش كده والله يا جماعة. كبر عشان نخلص أسرع هني أهم لأن اثنين يعني. أنتم اليوم أحطكم ولا تلقون شيء. لا
دولي ولا شكلها الأرض قاحلة. حتى التخزين مالت عليه ما منه فايدة. يا والله بيع بيع هني كم واحد. شوف الشباب يدورون ولا هم لاقين شيء. كل شوي اسمع صوت تهريب بس عند الأمس. اوكي 12000 انا والله ما ادري ايش اسوي فيها 12000. لانه ماني لاقي اي شيء يطلع. هني في نفط. باقي 3 شهور ونخلص. شوف الاسعار الزبالة يا شباب. لا مو ان شاء الله مو كل مره اقعد اخزن انا وما استفيد. بيع هني يا حبيبي بيع صرف كذا اللي جمعته عشان اصرف. يا جماعه الارض قاحله هذه. اوكي بس نعوض بس الخسائر طيب. الله يرحم والديك نبي نخلص الارض. اقل شيء ناخذ جائزه ان خلصنا الارض. بالضبط. شو تسوون هنا؟ يا جماعة أنا قطع ملابسي أنا. يا جماعة ليه قاعد يصير معي؟ نعوض الحين إن شاء الله إن شاء الله. أوكي أكثر واحد طلع فلوس يا ربي لك الحمد. شكرا يا زميل. في شيء أقدر أستفيد منه؟ يقول تبي تشتري الجهة الثانية؟ والله للأسف. أفكر آخذ هذه بس إني ودي أشتري بالمزاد. تمام؟ لأن وضعي زبال أنا بالمزاد. أوكي أنا أغنى واحد يفترض. كم النسبة 5%؟ هتعدي هذه. ما شريت ما شريت يا جماعة بس أبي كنت أستذكي شوي. الله يلعنكم الله يلعنكم. أرضي 44 يعني يقول كويسة يعني ممكن أنا. لا لا يا حبيبي هذه أرضي أنا من أول يعني وارثها من أول. فلو سمحت لحد يجي أرضي دفعوني عليها 5000. انا بقلبي وري يا جماعه. يا جماعه ما يصحش كذا والله. يا جماعه من اللي متوصي علي قايل للعبه ابو عابد العنو خيره؟ ما يصير الحكي هذا. لا اللي قايل البيرين متخششين هني. اصبر انت خفف الزمن. اوكي هذا كني قاعد يقولون ابشر يا ابو عابد بالعوض. لا بشوف انا ابشر بالعوض. هذا عد فتره سوالف زين. اكثر واحد قالوا له ابشر بالحياه. انا ابشر هذه ما بيها. دور انت تكفى خلصنا. بيعوا بيعوا هني. ابي احاول اعوض. يا بابا كل هذا تدور وش تدور انت؟ حول الله. تعال انت هني دور. هذا شكله راعي طويله. يو الا لازم اسبك يعني لازم راعي طويله مدري وشو. يلا تفتهم يعني. اوكي نسحب هني وش اللي عندي فلوس. ما الله يرحم والديكم. بيعوا تكفون. اصبر انت خلاص وترتني يا رجل. خلاص والله وترتني خلاص يا اخي. ياشر ياشر بالطاقيه. ابوسك بحلقك انا مو هذا البيرين الصح. هم عرفوا انه مغلطوا علي بالحلقه اللي طافت. رحنا اشوى اشوى اشوى. تعال 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 هني عشان بس ما يصير تسريب. وش قاعد انا اقول ليه ما ازيد فلوسي ابيع ب 13 سنت؟ وش قاعد ابيع علش انا؟ تكفى تكفى عوضوا يا شباب. تمام الحين ابى اجرب. شوف في شيء ببالي. تمام زين اذا ما ضبط يعني الزبده. اصبر اصبر. بيعوا بيعوا الله يرحم والديكم. احنا ناس نبي نشتغل ذمه وضمير يعني. الله يلعن وجهك. وين مسكت بالنفط انت؟ سكر سكر. ما قاعد يكبر صح؟ انا اظن ما في 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 تطويره تخص تكبير. المفروض يطلع كذا زي الموجات ويكبر فغالبا ما راح يكبر. تمام ما عليه عادي عادي. احنا خلاص روحنا صارت رياضية يا عيال. ايش قاعد اسوي انا؟ قاعد ابيع الدولار شوي. الله يلعن وجهك. كمل يا اخي انا خلاص اندمجت بالجيم.
ابر الماسورة. العيد احد يسولف وياي، انا ادري اني جبت العيد، خلاص ادري والله ادري، لا احد يجي يعاتبني، انا جبت العيد. زين الغاز هذا ما قاعد يكبر ولا راح يكبر، اظن له تطويره معينه اللي هي تساعد بتكبير الغاز، فهو اللي راح يصير بهذه الحلقه ان احنا يعني نستفيد من الغاز بس فقط لا غير. هذه اقدر اسكرها كذا، لكن سكرت. اوكي المفروض هذه سكرها واسحب هني صح، ما عندي فلوس، مش قاعد ابيع انا، مش قاعد ابيع انا، الأرض القاحلة. ليش ما قاعد تسحب؟ ليش ما قاعد تسحب؟ يعني هذا لازم أوصل كذا. ما أدري إيش جبت أنا، ما أدري إيش قاعد أخربط. يا جماعة موضوع الغاز الحين مو مترتب مخي. اصبروا علي شوي. عطوا صداع فرصة وراح أحل مشكلة الغاز. ايه انت تسحب هني، انا نسيتك. رحنا واطي يا شباب، اقول لكم الصدق يعني. لحظه الحين هذا وش مشكلته؟ الحين اقدر اسحب كذا صح؟ دقيقه، ليش مو راضي تروح انت؟ اشيل اللوك، يلا اسحب هني. اوكي ما اسحب هني، المفروض عادي اقدر. اوكي رسمي عيد ومعيد بعد، عيد يسعيد. اوكي كذا ضبطت، كذا ضبطت خلاص. احنا بي شهر سبتمبر تو معانا وقت. طيب وش معانا وقت؟ انا اصلا ما يا غبي وقف يخرب بيتك. اوكي هذا ضبط، ليش هذا ما راضي يضبط؟ اوكي خلاص هذا نفك مني، ما ادري والله زبد. خزن، مش قاعد اخزن له اصلا، بس يلا ما عليه، خزن اي شيء بس اسمنا خزن. الارض هذه نحس، والله ما هي نحس بس هو هذا نذل اللي يدوروا لي، ولا انا اللي لخمت. اما شلون اجيب الغاز هذا هني؟ اوكي بجرب شغله، بفتح هذا. كبرته ليه؟ يلا بيعه هني، قاعد يزيد السعر، والله ما قاعد يزيد شيء. وانت عرفتوا النعيد؟ ها؟ يا انا يا هاللعبه، لو اعيد الحفظ يا شباب انا راح اعوض اللي البلاوي اللي قاعد اسويها. شلون حتى انا اكثر واحد مطلع فلوس على شنو؟ نصابين زبده يا شباب. وصلنا هني لنهايه حلقتنا، تمام. بالحلقه الجايه لازم اشوف حل مشكله الغاز، اشوف تطويرات ادرسها، لو اعيد كل فيديوهات الشباب اللي صوروا عن هذه اللعبه ما عندي مشكله، بس اني القى حل لمشكله الغاز. المهم كان معاكم ابو عابد اوقف لوك، نشوفكم ان شاء الله بحلقه جديده يا شباب، الى اللقاء.